غادي ناخذ غزنان من الدار البيضاء. الو، اهلا سناء. لاباس عليك غزنان؟ مرحبا. لاباس؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله الا دايرها بينا هذا الخط. نتمنى خير ان شاء الله. نتمنى لكم والله الا بارك الله فيك. شكرا لك بزاف غزنان. انا نعطيك دغيا واحد الشهده. اييه واخا. عندنا جوج زيف ديال الدقيق تقريبا 500 غرام. اييه. عندنا جوج معالق كبار ديال خميره الخبز. عندنا واحد الخماره. اييه. واحد البيضه. البيضه. واحد جوج معالق ديال الزبده تكون لينه. واحد نص لتر ديال الحليب يكون دافي. نص لتر حليب دافي. اييه. واحد الكاس ديال السكر. كاس سنيده. شويه ديال الملحه. وشويه ديال الملح. غناخذو هاد العجينه نعجنوها مزيان، ندلكوها مزيان. اييه. وغنخليوها تخمر واحد 30 دقيقه تقريبا. اييه. غناخذوها غنزولو منها الهواء وغنورقوها تقريبا واحد سنتيم، واحد سنتيم. غناخذ واحد جوج معالق الزبده يكونوا مذوبين. وندهنوها كاملة. اييه. غنرشوها شوية بالسكر سنيدة. واحد تقريبا واحد شوية الزبيب مقطع. غناخدو غنبقاو نلويوها. غنلويوها وغنقطعوها دوائر. اييه هكا على شكل كويرات. اييه غنقطعوها دوائر. غناخدو واحد المول دائري وندهنوه بالزبدة. وغنبقاو نحطو وحدة حدا وحدة ونخليو بيناتهم شوية. اييه. حيت غادي تزيد تخمر. والوسط نخليوه خاوي. نديرو غير جناب كاملين ندورو. لا نعمرو تقريبا كامل، ولكن انا غير داك الحفره ما يمكن نخليو شويه ديال الفراغ. اييه واخا. غنخليوها تخمر تقريبا ساعه حتى نشوفوها الخمرات طلعت. غندخلوها للفرن. اييه. ومن غتخرج غنسقيوها بالسيرو. السيرو هو عندنا جوج ليمونات معصرين. عصير جوج ليمونات. وعصير واحد الحامضه. عصير حامضه. وكاس ونص ديال السكر. اييه. وكاس ديال الماء. واحد صافي ديال الفاني. هادشي كله غنديروه على النار حتى كيرجع سيرو. السيدات راه كيعرفوا. صافي. وغن من تخرج الشهده ديالنا غنسقيوها. اييه بهاد السيرو اللي بهاد السيرو. واخا كتجي زوينه، كتجي غزاله. الله يعطيك الصحه. المهم ضمننا معك الكوتي، تبارك الله عليك غزلان. شكرا لك بزاف على تواصلك وعلى هذا الاقتراح اللي قدمتي لنا. الشهده ممكن انه يعني الامهات والسيدات يوجدوا هكا في الكوتي، يعني طريقه سهله وبسيطه جدا بالنسبه لهذا الاقتراح ديال الشهده. تحياتنا لك غزلان، وان شاء الله نتواصل معك باش تقدمي لنا اقتراحات ان شاء الله في يعني في شي وقت لنا مولاتي ان شاء الله عما قريب. مفهوم اختي سناء؟ اي مفهوم، مشكوره. ونهاركم مبروك، وغدا ان شاء الله نكملوا الشهيوات. بارك الله فيك ليلى ام ياسين، الله يجازيك بخير ومشكور على المجهود اللي كتقومي به. نتمنى ان كل المستمعات يكونوا سجلوا معنا اهم الوصفات الجميليه اللي كانوا مروا في برنامج لاله مولاتي، واللي لقاو في حسنكم واللي طلبتوا انهم نعاودوهم. فغدا ان شاء الله غادي نواصلوا، لانه نظرا لضيق الوقت ما يسعناش ان نعطيو الوصفات الجميليه والشهيوات اللي كطلبوا. فغدا ان شاء الله غادي نكملوا مع ليلى ام ياسين في الشهيوات اللي يعني بغيتوا على انه نعاودوهم ان شاء الله.